مساء الخير، معاكم مهندس جهاد امين امبيريوم جروب. حبيت النهارده اتكلم معاكم عن حاجه بخصوص التصميم المعماري، وايه هي الستبس اللي احنا بنجو ثرو ات او بنخش بنبتدي نصمم خلالها علشان خاطر نوصل لتصميم مثالي للعميل. هني اقول لكم ايه الخطوات بتاعتنا. كانت عندنا كان في فيديو سابق كانت مهندسه اسيل بتشرح مثلا التاثير الحراري والويند ستاديز اللي بتتعمل على اليو شيب فيلاز. الموضوع ملوش علاقه قوي باليو شيب فيلز، خليني ان انا اكمل على كلامها واوصل لكم اكتر الدراسه الحراريه او دراسه اتجاه الرياح على الفيلل، وهكمل بعديها الدراسه الثانيه اللي احنا بنعملها واللي انا شايفها برده من اهم الدراسات اللي موجوده، وهي دراسه الماس ستادي او دراسه الكتله العامه للبيت قبل الدخول في مرحله التصميم الخارجي للبيت. اول حاجه بخصوص اتجاه الرياح واتجاه الشمس، ده موضوع مهم جدا وانا شايف ان هو بيكمل التصميم المعماري او البلانات المعماريه اللي احنا بنعملها لسببين. اول حاجه احنا هنا في الامارات البيئه عندنا صحراويه، فبالتالي موضوع الشمس بيقرق اغلب الناس، لان اغلب الناس ما بتعرفش تستخدم الاماكن الاوت دور في البيت، وفي نفس الوقت بتحس ان في حراره زياده في بعض المناطق في البيت نتيجه مثلا لواجهات الازاز او نتيجه للتصميمات مينلي المودرن عشان خاطر بيبقى اغلبها واجهات ازاز، فبتاثر حراريا على الجزء الداخلي في الفيلا، فبتخلي الناس بتخاف قوي انها تحط مناطق ازاز واسعه في الواجهات. بس انا حابب اطمنكم في النقطه دي لسبب، لان في الاول وفي الاخر احنا لما بنيجي نعمل التصميم الدراسه الحراريه فين بالظبط اماكن المكان او الاورينتيشن بتاع الارض زي ما بنقول، او الاورينتيشن بتاع الفيلا ووضعها في الارض وطريقه توجيهها سواء على سهم الشمال وفين الواجهه الجنوبيه، مينلي احنا بنحط المناطق الازاز او المناطق المفتوحه او المناطق الاوت دور بنحطها كلها على الواجهه اللي ناحيه واجهه الشمال. انت كمان عندك الجزء الشمالي هو اكتر جزء بيبقى مرمي عليه ظل، الشمس بتيجي عندك من الشرق للغرب مرورا بالمنطقه الجنوبيه، السلوب او الانعواج بتاع الشمس بيبقى مايل اكتر ناحيه الجنوب، فبالتالي الكتله بتاعه المبنى نفسها بترمي اكبر نسبه ظل موجوده على المنطقه الشماليه للبيت، فبالتالي احنا بنقدر نحقق مساحه خلفيه كويسه للبيت سواء خلفيه او اماميه على حسب مكان الكورت يارد الرئيسي وعلى حسب اتجاه الشمس زي ما احنا اتفقنا في الاول، فبالتالي بنقدر نحقق المساحه دي. المساحه دي بتبقى على طول مظلله، بتدينا مساحه نقدر نستخدمها على طول بحريه اكتر، بتدينا مساحه نقدر نستخدمها حتى في عز الشمس بطريقه افضل بكتير، وفي نفس الوقت بتبقى متهويه كويس لان انت اتجاه الهواء عندك برضو بيبقى اتجاه الشمالي الغربي، فبالتالي انت بيجي لك الهواء من نفس تقريبا الانجل اللي ما بيجيش منها الشمس. فبالتالي مع مراعاه حبه النقط اللي انا اتكلمت فيها دي بنقدر من خلالها ان احنا نوصل لمبنى زي ما بنقول الانرجي كونسومشن بتاعه اقل بكتير، بنقدر من خلاله ان احنا نطلع دراسات ومؤشرات حراريه بتاثر لنا على القرارات اللي احنا بنتخذها من خلال الخامات اللي احنا بنركبها على الواجهه، فين الخامات الاكثر عرضه للمناطق الحراريه فبنزود فيها العزل او بنختار خامات معينه عشان عارفين انها بتزود لنا العزل الحراري جوه البيت، ده رقم واحد. فين المناطق اللي بنحط فيها الازاز؟ رقم ثلاثه الاحمال بتاعت التكييفات، ازاي نقدر نعمل بالانس ما بين المناطق المختلفة في البيت، فين المناطق اللي هنزود فيها الأحمال عشان خاطر المناطق دي الشمس فيها مثلا بتبقى أقوى فبالتالي محتاجين تكييف أقوى علشان خاطر يقدر يوصل لنا البرودة اللي احنا محتاجينها، وفين المناطق التانية اللي زي ما بنقول التأثير الحراري فيها أقل بكتير، فبالتالي قررنا في ان احنا نركب أحمال أقل للتكييفات بيبقى أسهل بكتير. فده بيساعدنا في كذا أسبكت في المشروع وبيساعدنا ان احنا نوصل لمبنى زي ما بنقول محافظ على الانرجي بتاعته وفي نفس الوقت صديق للبيئه وفي نفس الوقت فانكشنال جدا وسهل استخدامه من اهل البيت او من اصحاب البيت. ده بالنسبه لاول نقطه اللي هي نقطه الشمس والرياح. خلينا نخش النقطه اللي بعد كده اللي هي الماس ستادي او دراسه الكتله بتاعه البيت. دراسه الكتله بتاعه البيت في ناس كتير لما بنيجي نقول لها ان احنا بنقدم الدراسه دي في ناس شويه ما بتفهمش احنا ليه بنقدمها في الاول، ليه بنقدمها مع مرحله البلانات وايه علاقتها بالبلانات طالما هي ما فيهاش ماتيريالز، طالما هي حاجه كونسبتشوال، هي مجرد حاجه بتظهر البلانات وضعها عامل ازاي، فاحنا ليه اصلا بنطلع ماس ستادي؟ الماس ستادي فكرتها كلها هقدر اشرحها من خلال مثال صغير. لو انا فلنفترض عندي بلكونه في الدور الاول، فكره ان البلكونه تبقى بيلت ان او غطسه في البيت او هل هي بارزه او ان هي كانتيليفرد على الواجهه، فكره البروز وان ان اي فورم مش لازم حتى البلكونه، ان اي فورم سواء بارزه او غطسه
بتحدد امكانيه القرار واحنا بنطور البلان. في عندنا مرحله التاليه هي مرحله التاليه التصميم الاولي هي مرحله الديزاين ديفلوبمنت او تطوير التصميم. مرحله تطوير التصميم دي مرحله بن 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 بيبقى فيه مساعده متبادله ما بيننا وما بين العميل في ان احنا نشوف ازاي نقدر نطور التصميم الاولي ونبتدي نعدل فيه علشان خاطر يوصل للبيرفكت سيتويشن. طيب هو احنا ازاي هنقدر نعمل ده من غير ما نبقى شايفين ولمسين جميع الجوانب اصلا بتاعه التصميم؟ البلان بيقدم لنا رؤيه 2 دي للمنطقه بتاعه البيت وازاي الوظيفه ما بين الفراغات ماشيه وازاي سيركيليشن في البيت ماشي وازاي نقدر نتنقل من فراغ للتاني للتالت للرابع بطريقه سهله. فاحنا كده باصين لاسبكت واحد بس في البيت. هنا بقى بيجي دور الماس ستادي، ان انت لما بتيجي تاخد قرار انا هلغي غرفه او هصغر غرفه او هكبر غرفه، وضعها هيبقى عامل ازاي من خلال الواجهه الرئيسيه نفسها. انت شايف ده بانهي طريقه؟ مش يمكن لو احنا صغرنا مثلا غرفه او ان احنا كبرناها ده ياثر على الواجهه بطريقه عكسيه ويخلي الفورميشن بتاع الواجهه بالكامل شكله مش حلو. هو ده السؤال اللي احنا على طول بنجاوب عليه من خلال الماستر دي. فانا شايف ان دول اهم عنصرين في التصميم المعماري مكملين للبلانات او مكملين للدراسه الوظيفيه بتاعه المساقط الافقيه اللي احنا بنقدمها. وهي دي الطريقه اللي احنا بنستخدمها عشان خاطر نوصل لكم رؤيتنا المعماريه، سواء لتصميم البيت عندك او سواء لتصميم اي حاجه كوميرشال انت عاوزها يعني. بس كده، اتمنى ان انا افدتكم في الفيديو اللي انتوا شفتوه. اتمنى ان المعلومات اللي انا بقولها تبقى بتعبر عن التساؤلات اللي عندكم، واتمنى اكتر ان انتوا تبقوا واثقين من خلال اختياراتكم سواء لاي استشاري موجود في السوق ان هو يبقى بيقدم لكم المعلومات كامله عشان خاطر تبقى قادر ان انت تقرر هل دي فعلا الفيلا او البيت اللي انت بتحلم بيه ولا لا. ان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية واشوفكم على خير. شكرا.